لماذا اخترنا سورة الملك تحديدا؟ حديث في مسند أحمد وحسن الشيخ الألباني، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليليا يوميا قبل ما ينام يقرأ سورة الملك، أكيد في دلالة للتكرار اليومي لسورة الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول، ونتكلم إيه المعاني اللي في سورة الملك بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي ينبغي أن تتكرر على قلبك يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: سورة 30 آية شفعت، في رواية تشفع لصاحبها وشفعت لصاحبها حتى يغفر له. إيه السورة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد حتى السورة بالتحديد بعدد آياتها، بأول آية بيها، أول آية في هذه السورة، حيث أن الإنسان ما يبقاش عنده أي لخبطة والأمر يبقى واضح، لأنه مهم أن يعرف ما هي هذه السورة. سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: سورة 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. تخيل سورة تدافع عنك، تشفع لك، وتخاصم وتدافع عنك، تشفع لك حتى يغفر لك ذنبك، وفي رواية تنقذك من النار وتدخلك الجنة. يا لسعادة من صاحب سورة الملك. يعني هذه الصحبة الحقيقية، دي الصحبة النافعة. في واحد صاحبك يبيعك في وقت الزمن، حتى لو من صاحبت من البشر، من الذي سينفعك وأنت في قبرك؟ من الذي سينفعك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بالصحبة الحقيقية، اللي لو أنت لك صحبة ليلية يوميا مع سورة الملك، تقرأ هذه السورة زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينام حتى يقرأها. هذه السورة 30 آية مش كبيرة، فيها معاني عظيمة، تشفع لك، تدافع عنك، تخاصم عنك حتى تدخلك الجنة. يبقى إذن في معنى مهم، يبدو أن في معنى خطير استقر في قلب المصاحب لسورة الملك، اللي لأجل هذا المعنى سورة تدافع عنه. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله والوزن بيطيش ب 99 سجل مليء بالسيئات، يروى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله والمعاني بتاعته، المعاني معرفة الله لما تستقر في القلب لا يثقل معها شيء، تغفر كل الذنوب وتدافع عنك وتدخلك الجنة. سورة الملك من اسمها، وبدأت بكلام عن الملك سبحانه وتعالى، وزي ما نشوف الموضوع أو الموضوعات العامة اللي بتتناولها السورة تتكلم عن قدرة الله وعظمة الملك سبحانه وتعالى. هذه المعاني لو استقرت في قلب إنسان وصاحبها الإنسان أصبح ملازم لهذه المعاني واستقرت في قلبه، يدخله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.